سلمى، شهر رمضان المبارك شهر العبادة والعمل، كلياتنا يمكن بنعيش تفاصيل خاصة وطقوس خاصة في شهر رمضان المبارك للعبادة وللبيت له خصوصية، لكن دائما في فسحة لإدارة الوقت. قديش فعليا نقدر ننظم وقتنا خلال شهر رمضان المبارك، نديره بشكل صحيح لنحصل على الغاية أساسا المرجوة من هذا الشهر؟ صحيح نور، يمكن بالأوقات العادية ممكن يكون إدارة الوقت أسهل. صحيح. أكثر شخص بيقسم نهاره بين الذهاب للعمل، يمكن الوجبات بقلب البيت أو خارج البيت وغيره، ولكن بشهر رمضان بيكون في عنا مساحة من الوقت وعنا عمل كبير وعنا مجهود أكبر. الإنسان بحس يمكن أنه هو ما أنه قدران يقوم بكل أعماله الاعتيادية اليومية، وعنده وقت طويل ما بيعرف شو بده يعمل فيه. في ناس بتقدر خلال هذا الشهر تعمل كتير شغلات مفيدة إذا استثمرت الوقت بالشكل الصحيح. لهيك اليوم رح نحكي عن هذا الموضوع، كيف أنا ممكن استثمر الوقت بشكل صحيح وما أجهد نفسي ضمن النهار، ولا لأنه كمان التفكير هو بيجهد الشخص وبيستنفذ من طاقته. لنتعرف على هالتفاصيل بيصيرنا يكون معنا اليوم بصباحنا غير دكتور منير عباس، رئيس مؤسسة الموارد البشرية بسوريا. صباح الخير دكتور، رمضان صباح كريم. صباح الخير، تسعد صباحكم ورمضان كريم إن شاء الله. يسعد صباحك ورمضان كريم. يعني الحياة كلها تختلف خلال شهر رمضان، الروتين أساسا يختلف، يعني بتصوم لساعات طويلة، أحيانا بتحس حالك تعبان، بتحس الوقت عم يمر وبتقول ما قدرت تحقق الغاية المرجوة. وهي مشكلة بنلاقيها عند الكل، يعني قبل الإفطار وبعد الإفطار بتلاقي العالم مقسمة وقتها أنه قبل الفطور وبعد الفطور. كيف فيني أنا أتلافى هي المشكلة؟ يعني في عندي ساعات طويلة للصيام، فيني أنا أستغلها؟ يعني فيني فعليا أستغل هيدا الوقت لحتى ما أفكر أساسا أنه لا لسه في كم ساعة للصيام؟ فيني أنا أقسم وقتي بطريقة كتير صح ودير وقتي بطريقة صح؟ تمام، أول شيء إدارة الوقت هي أنه نخطط لننظم وقتنا بحيث أنه نقدر نحقق كل شيء بدنا إياه خلال الوقت المتاح. يعني عملية تنظيم يعني متميزة، وبالخاص بكل الأوقات، برمضان، بأيام تكون عنا فحوصة، بأيام تكون في عنا أزمة وقت، بأيام تكون في عنا راحة بالوقت، اثنيناته بدون تنظيم وقت. تنظيم الوقت فيه له أساسيات، إنه دائما ما نترك الشغلة اللي هي إلى فسحة من الوقت لحتى تصير طارئة أو نعملها. يعني نحن في عنا عادات اجتماعية موروثة، هي ترك الأشياء إلى آخر لحظة للديدلاين ووقتها بنشتغل عليها، هي موجودة بثقافتنا يعني. فلحنا إذا بنتلافى هي الناحية، هي أول شيء لازم نشتغل عليه. إذا علينا أن نقوم بعملية تنظيم وقتنا لاستثماره في الوقت المرتاحين فيه حتى ما نوصل لنقاط اللي هي النقاط الحرجة. عندنا العادات السبع للأشخاص الأكثر فعالية بالعالم، ستيفن كوفي كتب بهذا الكتاب. واحدة مصفوفة الوقت، مصفوفة الوقت هي بتقوم على أنه أهم مربع من مربعات الوقت، أسم مربعات الوقت إلى طارئ وغير طارئ وإلى مهم وغير مهم. وجدنا بأنه أهم مربع من مربعات الوقت هو الشيء المهم وليس طارئ بعد. نحن اللي عم بيصير فينا بالموروث الثقافي تبعنا، عم نخلي راحتنا بالوقت تروح للأزمة وللحرج للمناطق الحرجة، بصير وقتها طارئة جدا. أهم شيء بإدارة الوقت أنه الشخص فينا يحط أولوياته. نحن ترتيب الأولويات، والأولويات تختلف من شهر لشهر، من مرحلة لمرحلة، من فترة زمنية بحياتنا إلى فترة زمنية أخرى. تنظيم الوقت يقوم على أنه المسارات الطويلة بوقتنا القادرين على الإنجاز فيها يجب أن نضع فيها المهام الصعبة. يعني هلأ في عنا بتعرفوا ساعات بيولوجية لكل الأشخاص، هناك أشخاص قادرة على أن تكون فعالة في ساعات الليل، هناك قادرة أن تكون فعالة في ساعات الصباح الباكرة. حسب الشخص فينا لازم نحن نكتشف البيولوجيا نحن ما هي الساعات اللي هي ممكن ننجز فيها. عندما نقوم باكتشاف هي الساعات لازم ما نضيعها. يعني هلأ إذا أنا في عندي شغلة ممكن تكون رفاهية لألي، وأنا بعرف أن الساعات البيولوجية لألي الإنجاز تبعتي هي ساعات مثلا من 12 لـ4 بعد الظهر، لازم ما أعمل فيها أي شيء مضيع للوقت، روح وإنجز المهام اللي هي متراكمة علي، وبعدين كل أوقات النهار الباقية عندي هي ساعات عادية. في عنا قانون باريتو، هذا لازم نستخدمه، أنه 20 تنجز 80، اللي هو 20-80%. يقول القانون بأنه 20% من وقتنا ينجز 80% من منجزاتنا، و80% من وقتنا هو مسؤول عن 20% من منجزاتنا. فنحن لازم نكتشف وين ال 20% من وقتنا اللي إلها تأثير دائما وفعالية على حياتنا 80%. هي بنسميها نحن ساعات الذروة، وهي الساعات اللي لازم ما نقطعها ونقضي فيها وقت رفاهية. خلينا نقول مثلا برمضان في خصوصية معينة، صحيح، جمعات العائلات، صحيح، والمشاركة للحياة الاجتماعية اللي هي ميزة رمضان.
معلي ما عم نقول انه نضيعها ابدا، ولكن ما نقضي بعد الافطار كليات وبعد الافطار لثاني يوم الصبح احنا عم نحضر مسلسلات. فنحن هذا الساعات هي ممكن يكون فيها ساعات ذروه، يعني احنا ايضا خلينا نقول في شويه جزء من رفاهيه، ولكن الجزء الاكبر هو جزء انجاز، بالخاص الناس اللي عم بتصوم بتقول لك انه انا ما فيني انجز وما شربت قهوتي او ما اخذت طقوسي العاديه اللي خليني انه ويك اب الواحد مستيقظ زياده عن اللزوم. نحن عم نقول ساعات اللي هي بعد الافطار هي ساعات حاسمه جدا، لازم ما نضيعها دائما بهي السوشيالايزينج ونقول انه خلص يوم الراحه هذا بلش من عند ساعه الافطار الى ثاني يوم الصبح، لا، انت عم تضيع جزء كثير كبير بيكون في جسم تبعنا هو قادر على الانجاز وقادر على انه يعطينا اكثر لانه رجع لساعاته وحياته الطبيعيه. اكيد. هي في عندنا شغله ما لازم نهملها اذا بنحب ننوه عليه، توازنات الانسان. توازنات الانسان اللي هي في عنده ساعات لصحته، يعطي وقت لصحته، في عنده ساعات ايضا لحياته الاجتماعيه، ساعات لحياته العائليه، ساعات لعمله، في عنده ساعات لحتى تفكيره ينشط تفكيره، عنده ساعات روحانيه. الساعات الروحانيه بتكثر برمضان، فهي بتاخذ اكثر من حجم احيانا، فنحن بدنا نتراجع ونحط لها هي لحصتها، حصه معينه فقط لا غير، ما نقول مثلا هو يطلق على شهر العباده صحيح، ولكن عملنا عباده، مساعده الاخرين عباده، طقوس العباده الطبيعيه هي عباده، فهو كلياته عباده يندرج تحت مسمى العباده. فنحن بدنا نحافظ على توازناتنا، اهم شيء بننبه عليه حتى نقدر ننظم وقتنا، لازم نحافظ على صحتنا وغذائنا، ما نتخم نفسنا بوجبه واحده كمان. إدخام النفس بوجبة واحدة بيعطينا شعور بالنعاس وما بيعود الواحد قادر على الإنجاز، فبيعطي شعور بالكسل. إحنا خلينا نفتح نهارنا مع بعض الأفطار إنه يتسع على الأقل وجبتين وليس وجبة واحدة تكون دسمة وكبيرة. دكتور منير، يعني بشكل عام في شغلات فينا نقول بالحياة هي نمطية عند الإنسان، يعني مجرد ما إجا شهر رمضان أول يوم صيام ثاني يوم صيام باللا شعور عنده هو مبرمج نفسه برمجة انه انا ما حدا يحكي معي، انا تعبان، انا ما بقدر اعمل شيء وانا صايم، انا 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 هي القصص. قدي ممكن لو الشخص غير برمجة نفسه باستخدام طبعا تنظيم الوقت وغيره من المهارات، ممكن حتى هي تفاصيل كلياتها تختفي مع الوقت ويشوف نفسه انه هو قادر يعمل شغلات ما كان متوقع انه هو بيقدر يعملها بالاوقات الطبيعية. يندرج تحت ادارة الوقت وحديثا جدا من سنتين مهارة الذكاء العاطفي اللي هي التحكم بردات فعلنا بأوقات بتكون صعبة علينا جسديا ونفسيا. فنحن برمضان بحاجة كتير لذكائنا العاطفي، لأنه كلياتنا ناقص الكافيين، ناقص عاداتنا اللي هي قد تكون سيئة أو حسنة، ولكن هي مخليتنا نستمر ومخليتنا نشيطين، هي حتكون مختفية لبعض الوقت. فهون نحن بحاجة أن الإنسان ينظم نفسه وينظم وقت نفسه البيولوجي بحيث تكون ردات فعله تكون أخف بكثير على الناس اللي حوله. إذا ما فيك أنت تكون إنسان ضابط نفسك ما في داعي تنطلق للعمل تزعج الآخرين. فهذا الشيء يعني هي خلينا نقول أنه بتندرج تحت قوس أنه ليش يعني جاي وكسبنا مني وجاي على الشغل. لا، بالأساس بنظم وقتي أنا وبعود وبضبط نفسي بيولوجيا، حتى بعادات الأكل والشرب أنا فيني حط مخزون من الكافيين ومن المياه لثاني يوم. يعني نحن ما معقول نقصر على حالنا وثاني يوم نقعد نشتكي في حالة النقص. والشيء الأحلى من هيك إنه هذا شيء لكل على الوضع العام لإلنا، كلياتنا صايمين وكلياتنا عم نضبط نفسنا وكلنا ينقصنا الأشياء اللي هي تعتبر متع اليوم اللي هي بتخلينا نشيطين دائما. نحن بحاجة للذكاء العاطفي وإدارة الوقت يجب أن يندمج في شهر رمضان والأوقات الصعبة والأزمات مع الذكاء العاطفي. جدا لازم ننظم اوقاتنا ونعرف ساعاتنا البيولوجيه. اذا انا بعرف حالي بدي اقصر بشيء معين ممكن اطلع امشي شوي صغيره، شم هواء مثلا نقي، انا شم اكسجين، شوف اشياء مثلا ما فيها اندماج كثير مع اشخاص ممكن تزعجني وان اب نفسي بحيث اني ما ازعج غيري. طيب خلينا نحكي عن الاخطاء الشائعه اللي ممكن يقع فيها كثير من الناس، بتأخر من إنجاز أعمالهم وأساساً بتفكر حالها هي عم تدير وقتها بشكل صحيح، لكن لا، بعض الأخطاء ممكن ننجز أعمالنا بطريقة أفضل وأحسن إذا فينا نقول. أول شيء من مضيعات الوقت عدم وجود هدف واضح، يعني إحنا بنكون إحنا مندمجين وماشيين بحياتنا الطبيعية الروتينية، فعم تستهلك وقتنا تماماً. هي أول شيء يجب أن نضع أهداف، الهدف هو اللي بينظم وقتنا. ثاني شيء وضع الأولويات. هناك شيء الناس بتحس بتحب الروتين، يعني تتعود على شيء ما بتحب تغيره، أو يمكن بتحس نوعاً ما بالراحة مع هيدا الروتين. هلأ إحنا وقت تحسي بالروتين وإنت بتحب الروتين، أنا ما قلت لك بعدي عن أشياء تحسسك بالراحة وأوقات الرفاهية إلى أساس إحنا حطيناها من التوازنات السبعة، لك وقت رفاهية ولكن لا أن يطغى وقت الرفاهية على وقت الإنجاز تبعنا. فإذا أول شيء بدنا ننظم أولوياتنا ونضع الأهداف تبعتنا. ثاني شيء إحنا بدنا نبعد عن مضيعات الوقت اللي هي واحدة منه إنه كل شيء نقول إيه إيه إيه،
هناك مرحلة إحنا لا نستطيع أن نقوم بعمل معين، فمن بحق لنا ومن حق الإنسان أنه يقول لا ما بقدر أعملها. فهي وقت يكون الشخص قادر على أنه يقول أنا لا أستطيع إنجازها أو يساوم عليها، وليكن على سبيل المثال وقت واحد يعطيني مهمة هي عبارة عن إكسترا على مهماتي، فيني ساوم عليها، فيني أقول لصاحب العمل أو أقول للشخص الطلبة مني أنا في عندي أولويات، بتحب استغني عنها وأجلها وقوم بالشيء اللي أنت أوكلته لإلي، ولا بتحب أني أنا أخذها بوقت آخر أو توكلها لفلان معين من الناس اللي هو قد يكون غير مثقل بالأعباء. لأنه إحنا شو بصير فينا برمضان؟ الشخص اللي بيقدر ينجز قادر على العطاء اثناء ساعات العمل معطيك كل الشغل وبنقول الباقيين كلهم متاثرين بالصيام. صحيح. هذا لا، هذا لانه الشخص قادر ينظم حاله، قادر يضبط ذكائه العاطفي وانه يوحي للاخرين انه طبيعي، ما بيعني احنا نثقله كلياته بالمهام، لانه هو الوحيد اللي قادر ينظم وقته وقادر ينظم حاله بيولوجيا. هذا الشخص قادر انه يقيس ساعات الانجاز بجسمه وراح يعطيها واخذ المهام اللي هي عنده. نحن بنحرمه يعني ينجز، بنخليه يحرم ينجز شيء بالوقت المناسب، لازم تندم انك انت تمام. هي بدنا نكون حذرين منها. والشغله الثانيه هي بشكل بكل المؤسسات نوعا ما، يعني بتقول لك هيدا اشطر من هيدا، لا هيدا احيانا في ناس بتتكاسل ما بدها تشتغل. هذا ما في اشطر من هذا، كلهم شاطرين، كلهم شاطرين، في ناس بدها تشتغل ناس بتحمل مسؤوليه وحابب يشتغل بنفس المردود ونفس ساعات العمل، وفي ناس ما حابه تشتغل بنفس المردود ونفس ساعات صح. العمل. طيب دكتور يعني وانت عم تحكي عم نقول دائما عم نذكر انه الوقت الوقت كيف لازم ننظم الوقت. طب خلينا اذا هيك فردنا النهار، يعني نعطي ولو هيك طريقه بسيطه للاشخاص اللي يمكن ولا مره مجربين ينظموا وقتهم، كيف بيقدر الشخص ينظم وقته؟ اعطينا تجربه وصار لي اكثر من 11 سنه من طبقها. احنا كلياتنا بعطي جدول للشخص عليه 24 ساعه مدته 7 ايام، كل يوم يكتب كل ساعة شو عمل فيها. مثلا نام الواحد 6 ساعات يقيس، نمت اليوم 6 ساعات إلى 8 ساعات، فقت أخذ مني الفطور ساعة أو ساعة وثلث أو ربع ساعة، بعدين رحت على عملي، عملي أنجزت فيه 8 ساعات، 4 منهم الشغل حقيقي و4 منهم استقبال أشخاص أو تليفونات. خلينا نكتب لأنه هناك مضيعات الوقت داخل العمل. ما بدك تشوفي قديش من ذروة العمل. صح. أيضا رحت على البيت كنت نعسان بعد الظهر أو رحت على رياضة ساعة زمان، حكيت مكالمات، كل مكالمة بيفتحها بكتب انتهت المكالمة بالدقيقة كذا، رحت المساء عندنا مثلا رحت بطقوس معينة بترفه عن نفسي، اجتمعت مع أصدقاء فضفضت عن نفسي ريحت نفسيتي، فرجت على التلفزيون عملت كذا، فرجت على التلفزيون أثناء المكتب وبعد المكتب تجمع. تصوري يعني أحكي لك المفاجآت، تراكم الوقت لمدة 7 أيام بيخلي الواحد ينزهل كيف قضى وقته. يعني تخيلوا وسطيا عم يطلع معنا التلفزيون عم ياخذ مننا وسطيا باليوم سوشيال ميديا وتلفزيون بين 4 ساعات ل6 ساعات، يعني انا في عندي 20% ل 25% من وقتي عم بيروح مضيعات للوقت. ما قلت السوشيال ميديا ما انا منيحه اذا كان هي جزء من مهنتي وهي ايراد دخلي منه على راس والعين، ولكن السوشيال ميديا تضغي على وقت وتقول انه انا ما فيني روح سجل كورس معين طور مهاراتي لانه ما عندي وقت، او انا مثلا ما سجلت بشيء ممكن يتقدم الواحد فيه دراسات عليا، او انا شخص ما تعلمت لغه معينه او مهاره معينه ممكن تضيف لقيمتي داخل العمل، ما له اي عذر. اذا البدايه هي بتنظيم جدول العمل نكتب عليه بشكل شخصي، نحن جدول كثير بسيط مقسم ل 24 عمود وموجود منه 7 نسخ ل7 ايام ويجمع الواحد. النقطه الثانيه هي عمليه الشيفتنج، عمليه ازاحه الوقت. بيجي انا بقول عندي هلا خلال الاسبوع 32 ساعه حكي تليفون، اوكي انا بس بدي خليهم الذروه تبعتهم ما تنبعد عن التليفون نهائيا، انا حخلي ذروتهم 24 ساعه، يعني قادر انقل 8 ساعات اسبوعيا زايده عندي، ممكن استغلها بساعه مشي باليوم بتكون الرياضه، او استغلها مثلا بتعلم لغه اونلاين بمواقع افتراضيه مجانيه موجوده كلياتها. الشيفتنج يعني اول شيء عمليه الصدمه، انصدم انا كيف بقضي وقتي، لانه هلا اذا بقول لك انا كيف قضيتي وقتك حتتناسي الشغلات اللي بتحبيها تعمدا، ما حتقولي لي انت والله قعدت 4 ساعات وكيف كنت مبسوطه انا على السوشيال ميديا عم قلب الانستغرام مثلا، اوكي ما حتقيميهم ما حتعترفي فيهم، ولكن وقت تكتبيهم على الورق بينك وبينهم هي مهمه حقيقيه. ومو هون التراكم هو الصادم، تراكم بنهايه الاسبوع هو الصادم، انه انا باسبوع واحد عم اقضي هذا كل الوقت، فيني اعمل عمليات دمج وهي كثير بنصح فيها، فيني خلص تليفوناتي وانا عم بمشي بسماعه باذني، فيني بكل سهوله اجمع رفقاتي كلياتهم مناسبه واحده ما اشوف كل واحد منهم على حده، فيني مثلا اجمع كل تراكمات العمل كلياتها بيوم ويكند، يعني عمليه الشيفتنج هي التنظيم. ولكن بالاول هو اطلاع على كيف نقضي وقتنا. هلا برمضان انا بشارطك انه عمليه مضيعات الوقت زادت كثير. طبعا في شيء بدنا نتجنبه كثير نحن، مضيعات الوقت اللي هي الانترابشنز اللي بتصير معنا، المقاطعات، تليفون عابر، شخص لقى حاله تحت البيت مر لعنا،
حدا ما بايده شغل بقلب الوقت عملنا، جاء على باله يقطع ساعه عمل يشرب قهوه او يمر لعنا، فهن هون كلياتهم مضيعات للوقت غير منظمه، تضرب وقت انجازنا. العمليه الثانيه وقت الانجاز نبعد كل الملهيات، يعني انا بعرف حالي بنجز بهذا الوقت ما بستقبل مكالمات ابدا فيه، ما بشوف اشخاص انا بحب اقضي وقت معهم، لانه هدول الاشخاص يعني اكيد متاكد انه رح ياخذوك لمنحه ثانيه انه يلا بتلحق شغل بغير ايام. وندير بالنا نحن وقت يكون في عندنا قابليه للعمل نركز على العمل، ما نروح نضيع وقت هذا العمل ابدا، لانه مو دائما بيكون عند الواحد القابليه بالانجاز. طيب دكتور، من خلال تواصلك المباشر يعني حكيت نقطه كثير مهمه، يعني الجدول 24 ساعه والشيفتنج، انا فعليا كيف فيني استغل هيدا الوقت اللي عم يضيح وزيحه للمكان الصحيح مثل ما عبرت بالضبط. يمكن كثير من الناس نوعا ما يعني ما بتقدر فعليا تدريجيا تشتغل هيدا الشيء، قديش فينا من خلال تواصلك مع الناس وقت يعني انا لاقدر فعليا اعطي هيدا الجدول واقدر اقسم انا وقتي، قديش بدي وقت لاتبرمج على هيدا الشيء؟ يعني هلا الناس بتختلف بطبيعتها، بس انا شفت كثير اشخاص حوالي من طلاب ومن زملاء واشخاص كثير مهتمين انه يغيروا وقتهم بعد كورسات بنعطيها باداره الوقت، ما اخذت معهم اكثر من شهر لثلاث شهور. شهر لثلاث شهور كانوا مبرمجين حالهم، وكله كانت النقطه الصادمه مثل ما قلت لحضرتكم انه هي عمليه تراكم الوقت اللي عم ضيعه انا بشيء هو ليس لي اي دعوه فيه، اللي هي اللي احنا قلنا المربع بدنا نركز عليه للساده المشاهدين، انه هو المربع اللي بيشتغل عليه هو الاشياء المهمه بحياتي ولكن ليست طارئه. على سبيل المثال وتكون صحتي وعافيتي عندي كلياتها، ما بضل انا عم بعمل عادات غذائيه سيئه او عم بحرم حالي من الرياضه لاوصل لمرحله يامرني الطبيب امر انه لازم تمشي ساعه زمان. لا، انا بدرجها ببرنامجي وبكون انا مرتاح وما انا طارئه، هي عباره عن شيء مهم لاستمرار حياتي وللاستدامه، بمشي كل يوم 40 دقيقه او 20 دقيقه او 30 دقيقه، هيك بوصل لاعمار معينه ما بتنطلب مني بتكون اجباريه، فهي دخلت روتين حياتي. وقلنا نحن التوازنات الشخص هي اساس الوقت، ما فيني انا اقول انه الشخص الشغيل اللي عم بيقضي وقته 24 ساعه باشياء مهمه هو الشخص الفعال بالوقت ابدا. هذا الشخص لازم يعطي لعائلته، لازم يعطي لمجتمعه، لازم يعطي لطاقته هو نفسه لحتى يقدر يتجدد، لازم يعطي لصحته حتى يقدر يستمر، لازم يطور الذكاء تبعه دائما، بالخص انه مهارات العصر صارت عم تسبقنا بمراحل، بدنا نضل عم نشتغل على حالنا، يضل واحدنا متقي بالذكاء، يضل الواحد صحته وجسمه ودائما بشكل رشيق وشكل صحي. فأنا عم أقول لهم حافظوا على التوازنات، ليس تنظيم الوقت إنه نروح لحنا نكرس كل وقتنا على الأشياء فقط المهمة، هي الأشياء المهمة أحياناً نحن بحاجة لرفاهية، ولكن لا أن تطغى الرفاهية على وقت الإنجاز الفعلي تبعنا. أكيد دكتور منير، يعني مثل ما حكيت نحن بهذا الوقت كثير أوقات بنرتكب أخطاء أثناء تنظيمنا للوقت، ممكن نقسم يوم ننجح فيه ويوم تاني نقول يلا خلص اليوم ما مشي الحال بكرة برجع بعوض، هذا الفاقد إذا فينا نسميه أحيانا ممكن يأثر بشكل سلبي وأحيانا لا ممكن يأثر بشكل إيجابي يخلي الشخص أكثر انضباطا. كيف فيني أضبط الأخطاء اللا إرادية اللي بتصير أحيانا مع الشخص لما بيعمل جدول لتنظيم وقته؟ طب أول شيء الإنسان يضعف أمام الكتابة، يعني هي شغلة حقيقة علمية وعشرات السنين عبرها، نحن بس نكتب جدول وقتنا ونحطه قدامنا نحن ضعفاء قدامه، بس يضل جدول الزمن ذهنيا نحن أقوياء عليه، فبنصير بنعمل عملية خليها لبكرة بعد بكرة. نحن في شيء عندنا يوميا هو عبارة عن مهام حاطينا تو ليست، التو ليست هي المهام اللي انا بدي انجزها. حتى تصوري انه صياغه المهمه بتاثر عليكي نفسيا، يعني انا وقت بقول انه اليوم بدي زور اقارب وبدي اروح اجيب اغراض وبنفس الوقت بدي مر اعمل معامله وبنفس الوقت بدي ادرس للفحص، هدول الاربعه بوقت تكتبيهم بالصياغه هي بتاثر فيكي نفسيا، لازم تقولي بدي انهي من صفحه كذا لصفحه كذا باليوم، بدي اجيب الغرض فلان وفلان اليوم ما عاد عندي وقت غيره، بدي انجز المعامله وليس اروح اسوي المعامله، هي كلها لها تاثيرات نفسيه، بنجي باخر النهار بنحاسب نفسنا على الانجازات، فنحن بدنا نحاسب نفسنا على الانجازات وليس المهام، اذا بدي حاسب حالي على المهام رح اعمل لها عمليه نقل لثاني يوم او ثالث يوم حتضل عم تتدور معي ويمر الوقت المخصص لها وتاكل الوقت الثاني. أما إذا بدي أحطها بشكل إنجازات فأنا عم خاطب نفسي إني أنجزها وليس أن أضعها على مهمة. الشيء الثاني اللي بيخربطوا فيه الأشخاص، كل شيء بيزيد معي من يوم بيروحوا بينقلوا له اليوم الثاني، واليوم الثاني بيكون هو أوريدي مثقل، فنحن شو بصير عملية إزاحة لكل وقتي.
فأنا بصير تراكمات هي كلياتها بدي أتعامل معها بذكاء وليس بفعالية. يعني بصير أنتقي منها شو هو الأهم، وقد تصدف أن يكون محظوظ بس مو دائما تصدف أبدا. في شيء ثاني كمان، الوقت ما بيختلف بين الأشخاص اللي هن عملوا إنجازات بحياتهم وبين الأشخاص اللي ما عم يعملوا، هن نفس ال 24 ساعة بنفس عدد الساعات ونفس عدد الدقائق والثواني. وبتسمع جملة أنت كيف عم تلحق أنا ما عم لحق، ولكن مع أنه مثل ما التنظيم قلت. التنظيم أنت تصوري الموروث الثقافي لهذا الموضوع، يعني هلا نحن كلنا بنتفق على المرور الوقت الطبيعي، ولكن كلنا بنختلف على الثقافة الأجنبية. مثلا الناس المربعين بثقافة أن الوقت كثير مهم، حاطيك بعض المؤشرات لبعض الدول أنه الواحد يكون إذا الوقت بيكتشف له أهمية ولا لا. روحي على الساحات العامة كلها تشوفي الساعة، إذا ضابطة هي الساعة بيكون هذا المجتمع كثير بيكون له قيمة الوقت ثاني. هي أقل مؤشر. بتفوتي على البيوت عنا بنطلع على الصمديات كلها ساعات بس ولا واحدة فيها بطارية. صح؟ بينما البيوت اللي فيها كثير احترام للوقت والعملية الوقت بتدير الأساس تبع المنزل ما بتلاقي ولا ساعة إلا مضبوطة ومحطوطة بمكانها وفيك تضبطي ساعة اليد عليها. هي واحدة من الأبعاد الثقافية الموجودة عندنا، إنه نحن بناخذ الساعة للمنظر وليس للوقت ولا للإنجاز. الشيء الأهم من هيك إنه ناخذ جدولنا اليومي ونحطه بجيبتنا ونحاسب حالنا عليه. ما بنقول إنه بتجي كوارث وزلازل وأعاصير وعواصف وممكن تحيدنا عن جدولنا، ولكن بضل جدولنا وأولوياتنا يعاد توزيعها. فالوقت هو نفسه عم بيمر 24 ساعة ما بتختلف أبدا، ولكن عملية التوزيع ووضع الأولويات هي فن إدارة الوقت. كيف تضع الأولويات؟ فن إدارة الوقت وثقافة احترام الوقت، يعني مثل ما قلت أشرت لنقطة كثير مهمة هي من خلال المجتمعات والبيئة والمحيط. قديش مهم اليوم كمان نعلم أولادنا احترام الوقت، يعني أنه هن انعكاس للبيئة والمجتمع اللي هن فيه. يعني ذكرت خلال حديثك كنت عم عقب أنه بتلاقي الناس أنه 24 ساعة عند الكل، بس كيف قدرت تنجز؟ انا ما بقدر، ما عم لحق، كيف عم تلحق؟ هي اساسا كمان ثقافه تدريبيه، يعني بدي اتعلم عليها بتصير روتين حياه او روتين يومي. كيف كمان انا فيني انا انقلها هي الثقافه لاولادنا؟ هي نقطه كثير مهمه، لانه اذا بتغرسها بوقت كثير مبكر كمان بتحصد على انجازات مهمه بالمستقبل. قديش هيدا الولد ممكن بالمستقبل فعليا يعطي انجازات ويقدر يحقق شيء بالمستقبل. تمام. اول شيء الوقت هو نفسه. نحن وقت نيجي نقول بالإجازات، هي بالإجازات بيخرب روتين الواحد وبيروح التنظيم. أولادنا نحن كلياتنا بنعطيهم فرصة بالإجازات إنه يستمتعوا كثير بوقتهم ويزيحوا عن الروتين والتنظيم تبع الوقت. هذا الشيء بيصير عادي عندهم لحتى وقت يرجعوا الحياة الطبيعية بيصير إنه أنا ما متعود أدرس بهذا الوقت، ما متعود أنا نام بهذا الوقت. أنا بالنسبة لي مثلا الأولاد دائما بيراقبوا الأهالي. صحيح. نحن وقت أنا حط ساعتين قراءة يوميا فأنا القدوة بالنسبة لابني، فهو حيتابعني وحيقرأ بنفس الوقت اللي أنا عملته، وتروح أنا أخده معي واصطحبه معي بالرياضة، فهو عم ياخذ هذا الموروث إنه هناك ساعات من الرياضة هي أهم بكتير من التقضية على البلاي ستيشن ولا على الجيمز. أيضا ساعات معينة لمتابعة التلفزيون والسوشيال ميديا، هذا الشيء نحن وقت بالأيام العطل أنا عم شوف من الكل اللي حوالينا عم نتركهم الحبل على الغارب إنه يفتح السوشيال ميديا لساعات متأخرة من الليل. ولذلك وقت عم يرجع على الروتين عم بحس إنه في شيء بيستمتع فيه كتير هو انفقد بحياته. فأنت صعب كتير صارت عملية إعادة برمجته مرة ثانية. في شغلتين بدي نبه عليهم بإدارة الوقت كتير مهمين، هو التفويض. الأشخاص مو كل شيء لازم نعمله بنفسنا، في عنا أعمال روتينية كتير يستطيع الآخرين أن يساعدونا فيها. عملية التفويض هي عبارة عن عملية إخلاء للوقت المنجز لإلك، وهذا الشيء نحن نشوفه بالمكاتب وأثناء العمل. إذا في عنا أعمال إدارية معينة يستطيع كل شخص القيام فيها، مو ضروري الشخص المسؤول بموقع إداري معين يقوم فيها، هناك أشخاص ممكن ينشغل الوقت فيها، وممكن نعطي هي الوقت النوعي لأشخاص عم بتقوم بعملية تخطيط استراتيجي. فإذا في عنا عملية التفويض وعنا الشغلة الثانية اللي هي كتير أساسية وضع الأولويات. والأولويات ما بتنحط فقط اللي هي عبارة عن أهداف استراتيجية بداية السنة أو نهاية السنة اللي قبلها، الأولويات يعاد إدراجها وعملية تنظيمها كل يوم بيوم. صحيح، يعني معلومات جدا مهمة وقيمة اليوم دكتور منير. بدنا نتشكرك ونتشكرك على الوقت اللي أعطيتنا إياه اليوم، وأكيد بنتمنى كمان مشاهدينا يكونوا استفادوا منه. شكرا كثير. شكرا لكم ورمضان كريم ومنظم وقتيا كمان. شكرا لك ورمضان كريم.